اليوم خصصت هذا الفيديو لشرح واحد من أهم البنوك الإلكترونية وهو بنك البير. هذا البنك الذي يشهد إقبالا كبيرا عليه في الآونة الأخيرة، وهذا نظرا لبساطته وسهولة استعماله، والأكثر من ذلك النظام الأمني العالي الذي يتبعه هذا البنك. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله سأتطرق إلى شرح أولا طريقة التسجيل، ثانيا طريقة التفعيل أو بعبارة أخرى تسجيل الحساب، أما في الأخير إن شاء الله سأتطرق إلى شرح كل المميزات خطوة بخطوة حتى يتسنى الجميع إتقان العمل بهذا البنك الذي يتوفر صراحة على الكثير من المميزات الرائعة. إذن نبدأ على بركة الله. إذن للتسجيل إخواني نذهب إلى sign up أو create a free wallet، نفس الشيء نضغط على واحد، نختار واحدة ونضغط sign up. يطلب منك كتابة الإيميل الخاص بك وإعادة كتابة هذه الكابتشا اللي ظهر هنا، ثم تضغط هنا على هذه الخانة الموافقة على شروط الموقع، ثم تضغط على sign up. يأخذك أخي العزيز الموقع إلى هذه الصفحة، وهنا يطلب منك إعادة كتابة أو اختيار كلمة مرور أخرى، و للإشارة يطلب منك هنا كما ترون في هذه الجملة يقول لك بأن كلمة المرور التي تختارها يجب أن تحتوي على الأقل على حرف واحد كبير، وحرف واحد كبير وبعض الرموز أو الأعداد، يعني الأقل رمز أو عدد، ثم تعيد كتابة كلمة المرور. وهذا العدد هنا عليك حفظه، يعني تدوينه وحفظه في مكان آمن، لأنه يساعدك إذا على قدر الله نسيت كيف تدخل إلى حسابك، سيساعدك على استرجاع القدرة على الدخول إلى الحساب. وهذا هو الاي دي الخاص بك، ثم تضغط على نكست. عندما تضغط على نكست أخي العزيز تظهر لك هذه الصورة، هنا يعطيك جميع المعلومات الخاصة بك، وأنصحك أن تقوم بتدوينها أو أخذ صورة للشاشة وحفظها في مكان أو ملف آمن، وأنا يعني أختار أو أفضل كتابتها تدوينها حتى يعني لا تنسى وتقوم بمسحها في يوم من الأيام. إذا إخواني بعد ذلك بعدما تظهر لك هذه الصورة تضغط على دون وتصبح يعني في حسابك الخاص. إذا الآن سأمر إلى حسابي الخاص، أدخل وأقوم بشرح المميزات وكيفية تفعيل الحساب. إذن إخواني هذه هي واجهة الموقع، كما ترون بسيطة وسهلة ولا تتطلب مجهودا من أجل فهمها. على كل حال سنتطرق إلى شرح جميع هذه المميزات لاحقا، الآن نمر إلى كيفية تسجيل أو تفعيل الحساب. نذهب هنا إلى settings، نضغط عليها، تظهر لنا هذه الخانات إخواني الأعزاء كما ترون. نجد الاسم، اللقب، تقوم بكتابة الاسم، تقوم بكتابة اللقب، هنا middle name، هنا رقم الهاتف، تقوم بتفعيل رقم الهاتف. هنا تجد خانتين، عندما تضغط عليها يطلب منك كتابة الرقم. عندما تكتب الرقم يقوم بإرسال كود إلى هاتفك، تقوم بكتابة هذا الكود هنا وتضغط على add أو confirm فيقوم بتفعيل الرقم. هنا account number أو الرقم الخاص بحسابك، والإيميل يمكنك تغييره change إذا أردت. إذن بالنسبة لرقم الهاتف هنا أنا يظهر هكذا لأنني قمت بتفعيله. هنا نجد أبس أو تيليجرام، هذا عبارة عن تطبيق، هذا تطبيق يشبه الواتساب، تقوم بتحميله على الويندوز إذا أردت أو على هاتفك الأندرويد أو على الآيفون أو الإي أو إس. المهم تقوم بتفعيله وتختار اسم المستخدم فيه، عندما تقوم بتنزيله على الهاتف وتنصيبه تقوم باختيار اسم المستخدم في هذا التطبيق، ثم هذا اسم المستخدم تأتي به إلى هنا، تقوم بكتابته وتضغط على confirm. يقوم الموقع أو البنك بإرسال كود إلى هذا التطبيق، أنت تحمل هذا الكود وتكتبه وتضغط على confirm فيقوم بتفعيل حسابك على التطبيق أو على التليجرام. هنا إخواني نجد passport data، تقوم باختيار البلد وتاريخ الميلاد الخاص بك ورقم جواز السفر إذا كنت تستعمل جواز سفر، أو رقم بطاقة التعريف أو رقم رخصة السياق، المهم أنت تختار. إذا لم يكن لديك جواز سفر تقوم بكتابة أو كتابة الرقم الخاص بجواز بطاقة التعريف أو رخصة السياق، ثم تضغط على confirm فيتم تسجيل هذه المعلومات. تنزل بعدها أخي العزيز إلى الأسفل، تجد هنا خانة مكتوب عليها يعني personal أو business، يعني type account نوع الحساب. تقوم أنت باختيار personal لأن business خاص بالشركات الكبرى إلى غير ذلك. ثم بعد اختيار البيزنس تقوم تجد هنا يعني مثل الزر مكتوب عليه choisissez un fichier أو choose a file، تقوم بالضغط عليه وتختار الوثيقة التي ستقوم بإرسالها. للإشارة هنا عليك أن الوثيقة التي تقوم يعني بإرسالها عليك أن تقوم بفعل هذه الأمور كما هو موضح في الصورة، تقوم بمسك وثيقة الاي دي من جهة ورقم الحساب الخاص بك في الباير من جهة، وتقوم بتصوير يعني وثيقة الاي دي ورقم الحساب، ويكون عليه ان يكون واضحا، يجب يعني ان يكون مرئي يستطيعون رؤيته، كذلك يعني الوجه الخاص بك، يعني وجهك يجب ايضا ان يكون واضح
وتقوم بإرسال هذه الصورة من هنا، تضغط على شوزيسيان فيشي وتضغط عليها وتقوم بالضغط على سند بعدها، فيقومون ب يعني فيقومون بتفعيل حسابك بالإضافة إلى التأمين الذي يعني يحظى به حسابك بعد تفعيله. إذا هنا security، هذه الخانة مخصصة للأمور الأمنية للموقع. send verification code، لاحظوا معي هذه الخصائص الأربعة. الأولى send never send verification code، إذا قمت باختيار هذه الخاصية فأنت تقول للبنك لا لست بحاجة إلى كود من أجل الدخول إلى حسابي، يعني في كل عملية أو في كل محاولة الدخول لن تحتاج لكود، فقط تقوم بوضع الإيميل أو الآي دي وتقوم بوضع كلمة المرور وتضغط على لوجين فتدخل إلى الموقع أو البنك، يعني لا تحتاج إلى أي كود، إرسال كود أو شيء من القبيل، لا تحتاج البنك إلى أن يرسل إليك كود من أجل أن تضعه لكي تستطيع الدخول. أما إذا اخترت send one subnet net subnet change فأنت تقول للبنك أرسل لي الكود إذا لاحظت أن الإنترنت تغيرت، يعني يقوم بإرسال لي الكود لأضعه من أجل القدرة على الولوج إلى حسابي. إذا اخترت send when IP change فأنت تقول للبنك أرسل لي الكود فقط عندما يتغير الـ IP. أما إذا اخترت always send code فأنت تقول للبنك لا يهم إذا يعني تغير الـ IP أو السبنات أو شيء من القبيل، أرسل لي الكود دائما عند كل محاولة الولوج إلى الموقع أو إلى البنك، قم بإرسال لي الكود يعني الكود الأمني حتى أقوم بإدخاله من أجل القدرة على الولوج، يعني هذه مسائل متعلقة بالأمن الخاص بحسابك. هذا الكود يتم إرساله إلى الإيميل، الأسماس أو تيليجرام، التطبيق الذي سبق وذكرته، يعني تختار بين هذه الثلاثة. هنا internal transfers، هذه يعني notifications يعني تنبيهات، تقول للموقع أرسل لي رسالة يعني إلى الإيميل أو إلى الأسماس إذا استقبلت $1 على سبيل المثال أو $12 أو يعني 1200 أو 10,000، يعني أنت تختار المبلغ. إذا قمت باستقبال هذا المبلغ يقوم المبلغ أو يقوم البنك مباشرة بإرسال إليك رسالة لتنبيهك بأنك استقبلت هذه أو هذا المبلغ. كما بالمناسبة الأسماس يكلفك 0.05، لهذا حاول اختيار الإيميل. كما ترى the cost of one SMS message is 0.05 دولار، يعني حاول دائما اختيار الإيميل حتى تكون الخدمة مجانية. هنا تقوم بتغيير كلمة المرور إذا أردت، تكتب الكلمة المرور التي تستعملها وكلمة المرور الجديدة التي قمت باختيارها وتعيد كتابتها هنا وتقوم بالضغط على موديفاي. هذه التشات كما ترون الموقع توفر على نافذة متعلقة بالدردشة، تستطيع يعني التكلم مع أشخاص يستعملون البنك نفسه وتبادل الأفكار. إذا كانت هذه إخواني طريقة التسجيل في الموقع وكيفية تفعيله. الآن إن شاء الله سنمر إلى شرح الموقع، شرح مفصل وجميع المميزات الخاصة به، فابقوا معي. إذا نمر الآن إلى شرح خصائص البنك وكيفية استخدامها والاستفادة منها. إذا هذه هي الرصيدة التي تتوفر عليها، لديك رصيد في الدولار ورصيد في الأورو، رصيد في الروب ورصيد في البيتكوين، وهنا المجموع إذا كنت تملك شيئا هنا وهناك يقوم بإعطاك الموقع المجموع الذي تتوفر عليه بالدولار. هنا الرصيدة أو نعم الرصيدة هذه تظهر هنا أيضا، رصيد الدولار، رصيد الروب، ورصيد الأورو، ورصيد البيتكوين. هنا المسجز أو الرسائل التي يعني تستقبلها من طرف البنك تجدها هنا، هذا هو رقم الأكاونت أو الأكاونت آي دي، يقول لك هنا بأنك ريجستر. أنا الآن أذكر أن حسابي مفعل. هنا سكيورتي آي بي ما قمت بتشغيلها، سكيورتي أس أم أس لم أقم بتشغيلها، هذه التي يعني ذكرناها قبل قليل. هنا تقوم بطلب الكارت، يعني هنا تقوم بطلب الكارت أو تقوم بطلبها، هنا سنتطرق إليها بعد قليل. هنا يعني اللغة، تختار الروسية أو الروسية أو اللغة الإنجليزية، هنا تختار إذا كنت يعني تفضل هذا اللون أم اللون الأبيض. هنا يعني تقوم بالخروج. إذا نذهب إلى خاصية الأد، لاحظوا معي هنا يمكنك أن يعني تشحن الحساب بأي مبلغ تريد، على سبيل المثال ب $12، وتختار العملة التي تريد الشحن بها ثم تضغط على أد، ويقوم البنك بتخييرك، يعطيك هذه الخيارات التي تستطيع الشحن من خلالها، يمكنك الشحن بهذه الخيارات بالإضافة إلى هذه العملات الإلكترونية أو بالفيزا كارد كما ترون، أو عن طريق البنك أو عن طريق يعني الوسطاء الذين يقومون بالإكسشينج، لأن الموقع لديه هذه الخاصية سنراها بعد قليل كما ترون، كلها يعني
تعطى لك كخيارات حتى تقوم بشحن حسابك، يعني شيء ممتاز ورائع. لديك الكثير والكثير من الخيارات يمكنك شحن حسابك من خلالها. إذا على سبيل المثال تختار البيتكوين أو شيء من هذا القبيل، ثم تضغط على confirm. أنا الآن لا أملك أي شيء من يعني الأموال، لذلك لا أستطيع الشحن. بالتالي هنا يعطيك هذه الأجراس بالمحفظة، وتقوم ب يعني وضعها في الإكزابو أو كوين بيز أو شيء من القبيل. المهم هذه العملية سهلة جدا. إذا كان لدي يعني أموال في المستقبل سأقوم بشرح هذه الخاصية. إذا نعود إلى كما قلت، كل هذه الخصائص أو البنوك يمكنك الشحن من خلالها، يعني لديك الكثير والكثير من الخيارات أخي العزيز، وهذا ما يميز هذا البنك. إذا هنا نذهب إلى سنت. على سبيل المثال تريد أن ترسل الأموال، ترسلها تختار العملة التي تريد الإرسال بها، وكما ترون إذا يمكنك الإرسال إلى الباير أوكي باي، إلى الأد أد كاش كما ترون، بيتكوين البيتي إي كود، يعني جميعها يمكنك الإرسال إليها، بالإضافة إلى أنك تستطيع الإرسال إلى فيزا انترناشونال وماستر كارد انترناشونال أيضا، وإلى يعني ماستر كارد الخاصة بالباير أيضا يمكنك الإرسال إليها، بالإضافة إلى هذين البنكين البنك الأوروبي والأمريكي كما ترون، يمكنك الإرسال إليهم جميعا. على سبيل المثال نختار نريد الإرسال إلى الأدف كاش على سبيل المثال، شيء يعني بسيط جدا. هنا تختار المبلغ والمبلغ الذي تريد أن تستقبله، وتختار العملة. على سبيل المثال تريد الإرسال عن طريق الأورو، الاستقبال عن طريق الدولار كما ترون. هنا تقوم بوضع الأكاونت نمبر للخاص بالأدف كاش أو الإيميل، وتقوم بضغط على confirm وتكمل العمليات الأخرى، شيء جدا بسيط. إذا نذهب إلى الإكستينج، هذه الخاصية الجميلة التي يتميز بها الموقع، فهو يقوم يعني بمنحك هذه الخاصية الجميلة ويجعلك تستغني عن الوسطاء، لا يوجد يعني وسطاء، لا أنت لست بحاجة إلى استعمال وسيط من أجل نقل المال من حساب إلى حساب. هذه يعني هذا الأمر يمكنك القيام به بواسطة الباير كما ترون. يمكنك على سبيل المثال اختيار الباير هنا وترسل إلى أو تقوم بعمل إكستينج أو ترانسفير إلى كما ترون إلى الأدف كاش. تختار هنا على سبيل المثال تريد الإرسال بالأورو، عندك أموال بالأورو في الموقع 10 أورو، يعني تصلك تريدها أن تصلك بالدولار، يعني لاحظوا معي 9 أورو كما ترون، 9 أورو تصلك على الأدف كاش 9.71، يعني بعد خصم بعض الضرائب إلى غير ذلك، وتقوم بكتابة هذه الكابتشا على سبيل المثال التي تظهر، وتضغط على I agree وتضغط على exchange، فيقوم الموقع يعني عمل ترانسفير أو تحويل الأموال من حسابك على الباير إلى حسابك على الأدف كاش. يعني سأقوم إن شاء الله بعمل فيديو مخصص فقط لكيفية نقل الأموال وتحويلها والإرسال والاستقبال، لأنني لا أملك الأموال على الحساب الآن، ولكن بمجرد أنني استقبل الأموال سأقوم بعمل فيديو خصيصا لهذا الأمر. إذا هنا السبورت كما ترون، يعني يمكنك إرسال جميع الأشياء أو جميع الرسائل، يعني يمكنك إرسال رسائل إلى الدعم إذا واجهت مشكلة أو شيء من هذا القبيل. تأتي هنا نيو تيكت، تكتب الموضوع الذي تريد يعني إرساله أو المشكل Operation ID، وتكتب يعني الرسالة، ثم بعد ذلك تقوم برفع المشكل على سبيل المثال، تقوم بتصويره وترفع المشكل وتضغط على سنت، فيستقبل الموقع أو الدعم الخاص بالبنك هذه الرسالة ويقوم بحل المشكلة التي تواجهها. History يمكنك يعني أن تجد جميع العمليات التحويل التي قمت بها مسبقا، تجدها هنا بالتفاصيل. نعود إلى الداشبورد ونشرح هذه الخاصيات. هنا الأكتيفيتيز، جميع يعني النشاطات التي قمت بها مؤخرا على الموقع تظهر هنا. ماي كارد، هنا تقوم بطلب الماستر كارد الخاصة بالباير، تضغط على اوردر كارد وتكتب اسمك واللقب بشكل صحيح، احرص على أن لا تقوم بخطأ لأن الاسم سيظهر على البطاقة. إذا تختار هنا يعني الاسم واللقب، وهنا تقوم باختيار تاريخ الازدياد الخاص بك، وتختارها إذا يعني تريدها بالدولار أم بالأورو، وبعدها تختار الدولة، ثم يعني تكتب جميع التفاصيل. هنا تكتب الأدرس أو العنوان الخاص بك، هنا المدينة، الكود بوست كود الخاص بمدينتك،
هنا يعني أدرس ثاني إذا كنت تملك عنوان آخر. وهنا يقول لك كم سيكلفك إذا قمت بإرسالها أو طلبها عن طريق الإير ميل، سيكلفك يعني تقريبا $10. أما إذا أردت أن تصل على طريق الإكسبرس دياشل فستكلفك تقريبا $45. ثم تقوم ب I would like this card to be delivered at a different address. يعني لا تضغط على هذه. ثم تقوم بكتابة الإيميل ويعني رقم الهاتف الخاص بك، وتضغط I agree with the terms and conditions، ثم تضغط على confirm، وسيقوم الموقع بخصم يعني المبلغ، هذا المبلغ الإرسال من حسابك، ويعني تنتظر ما بين 3 إلى أو 10 إلى 25 يوم حتى تصلك البطاقة إذا اخترت الإيميل، ما بين 7 أو 3 و7 أيام إذا اخترت الدياشل أو الإكسبرس. هنا مرشنت، هذه أمور ليست مهمة، هذه تتعلق بالشراء وشيء من القبيل. ريفيرال، هنا تجد رابط الإحالة الخاص بك إذا أردت يعني أن تقوم بدعوة أشخاص إلى الموقع، هذا هو الرابط ليتسجلوا عن طريق رابطك على سبيل المثال. هنا ماس بايمنت، هذه أمور ليست يعني بالمهمة. إذا أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو إخواني الأعزاء، قمنا بشرح الموقع شرح تفصيلي. كما سبق وذكرت، عندما يعني أستقبل الأموال سأقوم بعمل فيديو مخصص فقط لكيفية يعني الإرسال وكيفية الشحن وكيفية قيام بعملية التحويل. إذا أتمنى إن شاء الله أن يكون الفيديو قد أعجبكم وأنكم تكونوا قد استفدتم. إذا أعجبكم هذا الفيديو قوموا بمشاركته حتى يصل للأشخاص الآخرين وتعم الفائدة. لا تنسوا إخوان الأعزاء الاشتراك في القناة. شكرا جزيلا على المتابعة. ألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.